السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعضاء متابعين قناة تربح الإنترنت، أهلا وسهلا بكم. لو دي أول مرة برجاء الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة بإذن الله هبتدي معاكم. أول حاجة كده هتكلم عن بالصفة بطريقة سريعة كده على موقع التعدين ده، كلمت عليه كذا مرة، اللي هو اسمه Absolutely Meaning أو Absolute Meaning. الموقع ده المواقع اللي أنا من ضمن المواقع اللي أنا عامل فيها باقات، جددت لسه الباقة حتى أول امبارح. اشتريت في باقة بحوالي $70 تقريبا او 68 بالظبط. الموقع الداني عامل عرض اليومين دولت حلو قوي، لما بتشتري باقات بنقول على ايه بالظبط، برشير بلان، عامل 40% من اللي انت تشتري. يعني مثلا لو انت شريت ب$100 هتاخد بما يعادل $40 هدية من الايه، قوة التعدين. الباقات بتبتدي معاك من 100,000 ساتوشي، بديك 50 جيجا هاش، هديك مثلا عليها 40%، يعني تقريبا حوالي 10 أو 15 تقريبا جي هاش أي زيادة. الموقع ده الموقع المضمون، أضمنها عن نفسي بإذن الله. العقد بيقعد معاك سنة، بيضاعف لك الأرباح خلال الفترة دي كذا مرة، ممكن يكون مرة أو مرتين. موقع مضمون بقاله 3 سنين شغال، تمام. اللي حابب يشتغل عليها هسيب لكم برضو اللينك. يعني أنا في خلال تقريبا يوم ونص عملت، بس لا في حاجه انا عملت رينسيفت فيها، كان عمل لي 5000 ساتوشي، انا عملت لهم رينسيفت، تمام. انت لو حابب تسيب تعمل الارباح بتاعتك تعملها اعاده استثمار تاني في الخاصيه دي، يعني مثلا لو انت داخل ب100,000 ساتوشي مثلا وعملت مثلا 50,000 ساتوشي مش عايز تسحبهم، ممكن بتيجي هنا على جزئيه حاجه اسمها رينسيفت اعاده استثمار، يعني بتستثمر ارباحك نفسها وبتدخلها في الباقه، فبيزود لك قوه التعدين بتاعتك. الموقع عامة لما انت بتعدن هو بيدي تقريبا على ما اتذكر تقريبا 100 جيجا هاش مجانا، بالاضافة لبونص التعدين بتاعك، يعني انت بتستفاد الاتنين مع بعض. يعني كده كده موضوع انت تاخد ال 100 جيجا هاش مجانا دلوقتي موجودين، بس عشان تعرف تسحب لازم تشتري، فهتستفاد بالاتنين مع بعض، هتاخد ال 100 جيجا هاش بالاضافة 40% على المشتريات بتاعتك، تمام. ده كده كان حاجة في سريع حبيت اتكلم عليها من الحاجات اللي انا بضمنها، واللي بتكلم عليها لما بتكلم بالذات على موقع تعدين او حاجة تدفع فيها فلوس دي، بحاول اكون ايه مختار ايه ادق حاجه باذن الله. نخش على اللي بعده. لا مش ده، ده احنا شرحناه خلاص. تعالى منصه بي تو بي، منصه بي تو بي بالنسبه للناس اللي كانت مسجله قبل كده، ناس قديمه معانا هتستفاد من العرض ده، تمام. الناس الجديده هتسجل عن طريقنا وهتروج لنفس القصه للمنصه دي. هتكلم بالنسبه للناس الجديده بقى او الناس القديمه عامه، انت هتسجل، تمام. لو انت هتسجل راح هتجيب معانا وهتسجل، بعد تسجيلك اهم حاجة بتخش على كلمة، طبعا لازم تفعل وثائق، يفضل ان تفعل وثائق. هو البونص اللي انا هتكلم عليه مش شرط فيه تفعيل وثائق، بس عشان تستفاد من العروض اللي بعد كده في منصة بتقدمها يفضل انت تفعل وثائق. المنصة دي بتالي بتقبل بطاقة بالعربي، تمام، فجرب مش هتخسر حاجة. نخش بقى على البونص بتاعنا. انت خلاص سجلت وفعلت من الايميل، هتيجي تخش على كلمة اكتيفيتيز، تمام. في هنا اير دروب، كل فترة كده هتلاقيهم بينزلوا اير دروبات جديدة، والاير دروبات بتاعتهم ايه توصلك على المنصة نفسها فبتبيعها على طول، بس حاليا مفيش اير دروب. حاليا معانا حاجة اسمها ريفيل جيمز، هتخش عليها كده، تمام. هتيجي هنا هتدوس على كلمة اكتيف ناو، اوكي. هتيجي تروج لرابط الاحالة بتاعك ده وتشير، طبعا من يفضل انت لو شيرت من هنا بحيث انت تروج لرابط الاحالة اكتر، اوكي. هيوزعوا لنا رصيد من عملة اسمها NSTDT، العملة دي موجودة هنا على المنصة وموجودة على منصة تانية، تمام. هيوزعوا بما يعادل $5,000 من العملة، يعني بالظبط 3,000 مش عارف ازاي كده قطعة. حاول تستفيد من العرض وتشتغل عليه حالات وهكذا، يعني كل المطلوب. ممكن حتى تشتغل تسجل كذا حد يسجل عن طريقك حتى من في نطاق الأسرة، بس ما يكونش من نفس الجهاز. يعني مثلا أنا هدي رابط الحالة لأخويا لأختي لوالد، ممكن أمسك كذا موبايل من اللي معايا وأسجل عن طريقهم، مش هقول للناس معاها أجهزة كمبيوتر، لأ، بس معاهم كل واحد في ايده موبايل، تمام. نخش على اللي بعده. اللي بعده ده في ميزة، أنا ساعات عامة ساعات بشرح برامج التعدين اللي بتنزل على الموبايل، تطبيقات التعدين. ده في ميزة جميلة عن آخر تطبيقين أنا شارحهم قبل كده، اخر التطبيقين انا شارحهم باذن الله مضمونين وارباحهم هنشوفها في المستقبل. الميزه اللي فيهم ان هو ايه، انت بتعدن وهتشوف الارباح بعدين، انما ده حاجه سريعه كده اللي هو جيو كاش، تمام. ده عباره عن برنامج او تطبيق بتنزله خاص بعمله اسمها جيو كاش. الميزه اللي فيها ان العمله بتتباع على يوني سويب نفسها، يعني تمام، العمله بتتباع كمان بمبلغ حلو، قطعه بتتباع بمبلغ تقريبا حوالي $1 حاجه زي كده. انت المطلوب منك انت تنزل البرنامج، ويعني فضلا وليس امرا هتلاقيني سايب لك كود، الكود ده طويل شويه كده حتى انا حاطه هنا
فين اهو، اللي هو الكود ده من اول كلمة ماكسول لغاية ام تي سي، تمام. هياخد الكود ده، وده بيبقى في تاني مرحلة بعد انت محمل المحفظة. انت بعد ما تحمل المحفظة اول حاجة بيطلب منك بيقول لك دخل لي اسم المحفظة، هتقول له مثلا اسم احمد، تمام، اسم المحفظة احمد. تاني حاجة يقول لك دخل لي بين كود اللي هو باسورد، يبقى مركب من حروف وارقام الاتنين مع بعض. بعد كده بيخش تلاقي جاب لك تقريبا بيعيد عليك اسم المحفظه على ما اتذكر، يا اما الاحاله. انت تبص لو جاب لك كلمه ريفيل او ريفايل هتدخل له كود الاحاله، طلب منك نيم او اسمك او الاسم اللي يظهر للناس، اختار له نفس الاسم اللي انت حاطه. ايه تقريبا تالت حاجه بيسالك على اسمك، فحط له نفس الاسم اللي انت سميته للمحفظه. رابع حاجه بيسالك على كود الاحاله، تمام. هتحط كود الاحاله، هيتفعل معاك البونص، بيفرق معاك. مش هتاخد عملات بمجرد وضع الكود، لا، هتفرق معاك في قوه التعدين، تمام. البرنامج بيعدل من نفسه، يعني انت لو فتحته النهارده وسبته او انت شغال في الموبايل بتلاقي تاني يوم باذن الله ضاف لك قطعه او قطعتين. حاول تجمع منه على ما تقدر، هو في اليوم بيديك بمعدل دولار دولار او 90 سنت، يعني على مدار الشهر هتلاقي مثلا معاك متكلم في خمسه من 25 ل 30 دولار. زودت احالات بتزود قوه التعدين وبتفرق معاك، تمام. نخش على اللي بعده. اللي بعده ده خبر الناس اللي سجلت معانا في منصه او في اير دروب كان مرتبط بمنصه بيت ساك، اسم المنصة اسمها بيت ساك، تمام. المنصة دي نزلت كذا اير دروب، انا الحمد لله متابعها من زمان، اخدت منها 8 ستيلر ونص. خدنا منها ده اخر اير دروب احنا كنا شغالين عملة بيتكس، وزعت على الكل بالتساوي، وزعت 5 قطع من عملة بيتكس نفسها اللي هي عملة المنصة، تمام. وزع ده في اير دروب قديم بقى اللي هو اي ساك، ده كان برضو عملة المنصة. يبقى العملتين دولت عملة المنصة، بيت ساك وبيت او اي ساك، تمام. اي ساك كانوا كرمه شويه مدوني 1100 قطعه، تمام. ولسه 5 قطع اللي احنا خدناهم دولت من تسجيل في المنصه بس، لسه في بونص ثاني هيجي لنا باذن الله من الاحالات او اللي هو الشغل على الاير دروب نفسه. الاير دروب كان عباره عن بوت تليجرام مرتبط بالمنصه. نخش على اللي بعده. اللي بعده ده عباره عن موقع اسمه ايرنو، بيدينا اسم العمله نفسها ايرنو، بيدينا منها 100 قطعه. بصراحة اخترت ما بين الناس ايه الاصدقاء او الناس اللي شغالين على العملة في السعر، في ناس تقول لك ان ثمن ال 100 قطعة 10 دولار، في ناس تقول لك ثمنها 100 دولار. فهنقول يا عم خلينا في اقل حاجة، انا هقول ان ايه، انت بتسجل بتاخد 100 قطعة مجرد تسجيل بس، ايميل وبس، وتفعل ايميل بتاخد 100 قطعة ب10 دولار. انا اسحب 100 قطعة عشان انا مروج للدروب على البوت تليجرام او على جروب التليجرام الخاص بيا. ونصيحة للناس اللي بتتابعني على القناة بس، يفضل لو انت تابعتني برضو على تليجرام، في اير دروبات انا بنزلها سريعه ما بتاخدش وقت، في اير دروب بياخد ساعه، في ساعتين، في حاجات سريعه جدا. نيجي مثلا نبص بصه على، انا بنزل ساعات، انا بتابع ايه المنصات والمواقع الاساسيه على تويتر على طول. نيجي مثلا على حاجه زي دي، ده عباره عن بوست نزل النهارده تقريبا على العصر. انت كل مطلوب منك بتخش بتعمل لايك وريتويت للبوست وفولو طبعا للصفحه نفسها، وبتيجي تخش على محفظه تراست والت، بتعمل سيرش على اسم عمله اسمها ايكوس، تمام. العملة دي موجودة وبتتباع في المنصات، تمام. هتعمل عليها سيرش، تاخد اسم المحفظة وتحطه ككومنت على البوست نفسه، تمام. وتعمل تاج لعشرة من الأصدقاء، في مقابل كده هيوزع كمية من عملة تقريبا 100 قطعة من عملة ايكوس، تمام. ده مبلغ حلو، العملة بتتباع في المنصة وبإذن الله سعرها يعني مضمون تقريبا يعني حوالي 40 أو 50 دولار. في حاجات زي كده سريعة، فيفضل انت تخش على تابع جروب تليجرام برضو زي ما بتابع القناة، تمام. نرجع تاني زي ما قلت هنا 100 قطعة بإذن الله بتساوي 10 دولار. نخش على اللي بعده، ده موقع اسمه سودكس، تمام، له عملة خاصة بيه. الميزة هو الموقع ده أو العملة تركي، تمام. هنا عشان تستفاد من البونص ده لازم تفعل درجة تالتة، درجة تالتة يعني تفعيل وثائق. تعالى كده هنخش مع بعض، تخش على المنصة بتيجي على كلمة اكونت بروفايل، بتيجي تقف هنا. انا فعلت درجة اولى والتانية، فاضل لي الدرجة التالتة، هي دي اللي فاضل لي هحاول اعملها، بس محتاجة صورة باذن الله افضلها النهاردة واعملها. بتاخد صورة سيلفي مع اسم الموقع، اول حاجة اسمك واسم الموقع وتاريخ اليوم، تمام، او لا يا ربي اسم الموقع وتاريخ اليوم بس، تمام. وماسك في الايد التانية البطاقة، هنقول ان انت هتعمل التفعيل بالبطاقة او بالباسبور حسب هو معاك، تمام. وبتصور الصورة وبترفع الصور هنا، بس انا بطلب منك حاجات، صورة البطاقة وش ظهر البطاقة بتاخده برضو بتصوره، تالت حاجة الصورة السيلفيو مع ورقة، في ورقة مكتوب فيها اسم الموقع اللي هو سودكس، وتاريخ اليوم اللي انت ترفع في الصورة،
تمام، وبتبقى ماسك في ايد التانية البطاقة او الباسبور وبترفع الصور وبإذن الله تتقبل. انا فاضل لي بس المرحلة دي هحاول اعملها واخلصها. في مقابل كده بينزل لك تقريبا 1000 قطعة من العملة، بس لسه منزلش عشان لسه ما فعلتش الدرجة التالتة. تمام، هم في موضوع ايه وعاملين هما كمان عرض، يعني هيوزعوا هدايا ايفون وسامسونج مش عارف حاجات بقى كده ايه هتتوزع. دي بره بره اللي انا بتكلم عليها، بس اساسيك 1000 قطعة او 1000 عملة من العملة دي. نخش على اللي بعده، واللي بعده عاوزكم تركزوا معايا فيه. هتلاقيني سيب لك لينك الموقع ده، موقع اسمه ويب كام. تمام، هو موقع شغال في نظام المراقبات وحاجات زي كده، وشغال في حاجات الكترونيات كتير، عامل عملة ليه خاصة بيه وعملة موجودة بالفعل. البونص بتاعنا اللي احنا هناخده بمعدل بإذن الله $50 من العملة بتاعته. المطلوب منك انت هتلاقيني سيب لك اللينك هيفتح معاك بالشكل ده. هنقفل دي كده، هتيجي انت هنا على كلمة ريورد. اول ما يفتح معاك هتلاقي الصندوق الصغير ده. تمام، هتسجل. لو ما عرفتش تسجل من هنا ممكن تسجل من هنا من فوق، هتساين اب وهكذا وترجع تاني دي لو ما عرفتش تسجل من اهو. تمام، بعد ما تسجل هتاخد رابط الاحاله بتاعك. رابط الاحاله بتجيبه منين؟ تقريبا وي تو ريدم، لا مش من هنا، وي تو فورم، لا بنسى انا المكان فين فين فين. يور ريورد تقريبا، جو باك. بقفل تاني كده، بنساها. هو جاب لي مش رابط الإحالة بس أنا بنسى مكانه، هي فيها لفة شوية. تمام، تقريبا يوريدم على ما أظن يعني. لأ ده عيبه بقى، تقريبا لازم أعمل تسجيل دخول. بس أنا كده فوقت يا جماعة. تمام، هعمل تسجيل دخول. تمام، وبعد كده تفتح دي كده وتدوس هنا كلمة ريفيل. تمام، هيظهر معاك اهو رابط الاحاله. يبقى كنت لازم اعمل تسجيل دخول من هنا الاول. اوكي، وبقى ادوس هنا كلمه ريفيل وانا فاتح الصندوق هيظهر معايا رابط الاحاله بتاعي واروج له. هو انت مجرد تسجيلك وبيديك على أو لا يا رب مش $50، $5 من تسجيلك. انا اسف، يبقى $5 من تسجيلك، وعلى كل احاله بيديك بوينت. البوينت ده بتحول معاك برضو ايه بص السحب ازاي. انا لسه ما اكتشفتش السحب، هشوف السحب ازاي. يفضل التسجيل بايميل جيميل. نيجي بقى الدروبات ايه بتاعتنا على التليجرام. اول اردروب فيهم، اردروب ده مهم، العمله بالفعل على منصه. تمام، من ضمنهم منصه يوني سويب. العمله مضمونه او الاردروب مضمون 100% يعني باذن الله. الاردروبات القويه مضمونه. هنيجي كده المهام بتاعته كتيره شويه. اول حاجه معانا 2 جروب تليجرام، فولو على تويتر. اول بوست، اول بوست ده عامه اللي هو مديهولك لايك وريتويت. لا هو اول بوست لايك وريتويت مع كومنت وثلاث تاج من الاصدقاء. تمام، اللي بعده فولو على الفيس، اول بوست لايك وشير. فولو على الانستجرام، فولو على ريديت، وبتيجي تحط له الاثباتات بتاعتنا بقى عادي. يوزر تليجرام، لينك برو، هنا بقى لينك بروفايل تويتر، الفيس، انستجرام، وهكذا. انا عدتهم تاني عشان غلطت، حطيت الانستجرام مطرح الفيس. المهم بقى نيجي هنا، المحفظه اللي هنستعملها هنا محفظه ترون. بالنسبه للناس الجديده اللي تسالني بتلاقيني حاطط في الفيديو في الديسكريبشن شروحات المحافظ، من ضمنهم محفظه الترون. تمام، او التريكس، الاثنين تريكس او ترون حاجه واحده. ترون ده اسم عام او اسم شامل، تريكس ده نوع عمله من العملات اللي بتتحط على المحفظه. اوكي، يبقى بعد كده تحط له رقم المحفظه بتاعتك بتاعت ترون، وبتيجي هنا رابط الاحاله بتاعك بتروج له. خش على الدروب اللي بعده. بفذكر بس بالدروب ده اللي هي عمله يوسف فيكس او الاختصار بتاعها يو اف اكس. الايردروب بيقول ان هو بيدي $800، مش شرط السعر يكون حقيقي، ده سعر برضو موقع باذن الله ايه يكون قريب من السعر ده. نيجي اهم حاجه، انت اول ما يبتدي معاك ستارت، بعد كده بيديك مساله حسابيه بتحلها 2+5=7. بعد كده بنبتدي المهام بتاعتنا، تطلع لنا كلمه اكسبت كذا ستارت. تمام، اول حاجه بيطلبها منك بعد نيكست رقم محفظتك. بيبتدي معاك عكس، تمام، بيبتدي منك او بيطلب منك اول حاجه رقم محفظه الايثيريوم، بعد كده رقم محفظه ترون. الدروب ده بيطلب مننا محفظتين. تمام، لا اما بيطلب منك محفظه ماي ايثر واليت، وبرده دي مشروحه في الديسكريبشن، ومحفظه الترون او تريكس. تمام، بتحطوا الاثنين. بعد كده بيطلب منك اليوزر بتاعك على تويتر. بعد كده ايه تاني؟ لا في حاجه قلت مني، في مهام. يبقى المهام بتظهر معاك في النص بس ايه مش ظاهره قصادي، عشان تقريبا انا نفذت المهام عشان مش متذكر بصراحه الاردروب ما اكذبش عليكم. المهم العمله دي عاملين ان اصحاب العمله عاملين عليها شغل كويس بالنسبه للناس الجديده اللي معانا، عشان في ناس كتير جديده لاحظتها في الفتره اللي فاتت. بص يا جماعه، الاردروب ده كفكره بسيطه كده، اكن انا صاحب محل فتحت محل جديد.
في ناس شاطرة، فريق عمل شاطر او اللي هو بيقود المحل او بيقود المشروع بيعرفوا ينجحوا مشروعهم. احنا بنشتغل على الدروبات دي فترة اول ما المشروع بيبتدي، اللي هي فترة ايه، البيع او ما قبل البيع، العملة اللي هم بيسموها الايكو، في ناس بيسموها ممكن الدروب. الدروب ده جزء من العملة احنا بناخده، اللي هو ايه، صاحب العملة بيطلع منها جزء. تمام، فحسب شطارة صاحب العملة او الفريق اللي ماشي وراه، عرف ينجح العملة وتخش منصات قوية احنا بنكسب منها. عشان كده احنا بنسجل في الدروبات كتير. ليه؟ في مشاريع ممكن تنجح، في مشاريع ممكن تسقط. تمام، فاحنا لما بنلاقي مشروع فريق داس شوية في الشغل او وضح اهتمامه او عرف يعمل عروض كويسة، بنقول اه العملة دي بإذن الله احتمال كبير ايه انها تنجح. تمام، فهنكمل يبقى احنا ايه، هناخد رابط الحلقة بتاعتنا ونروج له، نخش على الدروب اللي بعده. الدروب ده مهم، فريق العمل بتاع العملة عامل شغل كويس، والعملة تقريبا على ما اظن ما في موجودة في نسويب على ما اظن يعني. تمام، الدروب ده بيدينا 20 مليون ساتوشي من عملة يوبي، يوبي بيل او واي بيل. تمام، الايردروب عبارة عن 2 جروب تيجرام فولو على تويتر، اول بوست لايك وريتويت، لايك وريتويت بس دون كومنت، انضمام لجروب تيجرام اضافي. السبونسر صاحب الايردروب او اللي شغال على الايردروب بنعمل له فولو برضه للصفحة، والبوست نفسه الخاص بالعملة بنعمل له لايك وريتويت. بعد كده بنحط يوزر التليجرام، يوزر التويتر، رقم محفظة ماي ايثر والت. الايردروب اللي بعده يورني سويب. الايردروب ده شرحته كذا مرة، بقاله تقريبا 3 اسابيع انا بعيد شرحه لاهميته. العملة دي بالفعل موجودة على منصتين. تمام، ما يعني بالفعل عملة نازلة منصة فمضمونة، ايردروب ده مضمون. اول حاجة بحل الكاباتشا، والكاباتشا هنا كاباتشا خارجية، اخد اللينك ده في اي متصفح حل الكاباتشا. تمام، وادوس هناك سبميت، ارجع هنا ادوس كلمة تشيك. اول ما ادوس كلمة تشيك يبتدي معايا المهام. اول حاجة انضم لجروب تجرام، اول تاني فولو على تويتر، بوست ده هنعمله او اول بوست في الصفحة دي بنعمل لايك وريتويت مع كومنت. نيجي بعد كده نحط المحفظه الابزات بتاعتنا، يوزر التليجرام. هنا بيطلب منك لينك الريتويتايه اللي انت عملتها، فلازم تبقى ايه، ريتويتايه مع كومنت. تمام، يجي بعد كده بيطلب منك الانضمام لجروبات التليجرام، بياكد عليك جروبين، جروبين تليجرام. بعد كده رقم محفظه ماي ايثر والت، ممكن تستعمل ماي ايثر والت ميتا ماسك، كل ده انا شرحه. تمام، ممكن تستعمل محفظه تراست والت، يعني تاخد اسم العمله وتعمل عليها وتسرش عليها وتجيبها من ايه، من تراست والت، وتحط رقم المحفظه. اوكي، نيجي هنا بعد كده الدروب اللي بعده. الدروب ده مركب جزئية، عايزين نركز في الجزئية. او ده اول حاجة الدروب ده اسمه ايه، كونيان. تمام، اول حاجة هنسجل في موقع العملة. اوكي، بعد ما هسجل في موقع العملة خد بالك لينك، ممكن ياريت تسجل بجيميل، عشان انا سجلت هوت ميل بصراحة لينك التفعيل جالي بعد 3 4 ساعات. يبقى تمام، يبقى اول حاجة هنسجل لازم نفعل من الايميل، وخد بالك يفضل انت تسجل بايميل جيميل زي ما قلت. نيجي بعد كده الدروب نفسه عباره عن بوت تليجرام، وفي نفس القصه في تفعيل، هوضح التفعيل ده عامل زي الايميل بالظبط، اكنك اكنك سجلت على المنصه. نيجي نفتح كده الدروب ونركز بقى مع بعض. اول حاجه ستارت، الدروب هيبتدي معانا، دي المهام بتاعتنا. اول حاجه بيطلب منك الانضمام لجروب تليجرام، وبعد كده نيجست او كونفيرم. بعد كده بيقول لك حط لي الايميل اللي انت سجلت بيه في موقع العمله. مجرد ما بتحط الايميل بيجي لك لينك تفعيل على الايميل، مش كود بتحطه ولا حاجه، لا لينك تفعيل كانك سجلت في الموقع بالظبط. هتدوس على لينك التفعيل هتلاقي هنا هو عمل من نفسه ايه، ايميل سكسفولي، يعني ايه، تم ايه، اثبات الايميل او نجاحه او هكذا. تمام، نيجي بعد كده بقى مهمه التويتر ونركز مع بعض. هنا هنعمل فولو على تويتر، هنا هنعمل ريتويت دي وريتويت دي، واحنا بنعملها نحط في الكومنت الهاشتاج بتاعنا ده، ننسخ الهاشتاج ونعمل بيه كومنت. تمام، مع تاج من الاصدقاء. تمام، خلصنا الكلام ده، نيجي نحط لينك بروفايل التويتر بتاعنا. بعد كده رقم محفظه ماي ايثر والت، العمله دي عمله باذن الله برضو باذن الله بنسبه كبيره مضمونه. نخش بعد كده على الدروب اللي بعده. الدروب ده الناس، انا قلت في جروب تليجرام يا عملة، انا يا جماعه ان العمله دي انا كاتب جنبها هام جدا، مش عشان مبلغ العمله، عشان اهميه العمله. فريق العمل اللي ورا العمله، العمله دي نازله كده كده منصه بتتباع. تمام، سيبك من هو 3.5 دولار، العمله دي السعر هيتضاعف معاك باذن الله بعد كده. حاول انت تسجل وتراوغ رابط الاحاله وباذن الله هيجي لك نصيب منها. عمله زي دي انا بقول لكم مضمونه، مضمونه بنسبه 2%. دي بالذات ممكن تشتغل عليها ان لو معاك روبل او حاجه زي كده، في مواقع بتقدم لك عرض الاحالات، فانت ممكن داير دروب بتروج عليه باذن الله هتستفاد منه. نخش على الدروب اللي بعده اللي انا شرحته، او تي سي كاد. نتاكد كده الدروب ده مهم اوي. شرحت الدروب ده. تمام،
اخر حاجة معانا واي فاينانس نتورك، دي عملة من عملات ديفاي. تمام، يبقى الدروب ده الدروب ديفاي، عملة ديفاي. بنسجل هنا موقع بس، ما بنعملش مهام ولا حاجة. الدروب ده بيدينا 20 قطعة من عملة واي اف ان، تمام، اللي قلنا ديفاي. مجرد تسجيلك في الموقع بس، اهم حاجة استاذنك فضلا وليس امرا، وانت بتسجل هتلاقي اخر 50 تحت فيهم اسمي محمود حسين مع الايميل الخاص بيه، دول بتسيبهم زي ما هم، وبتكمل بياناتك في ايه، في المربعات اللي فوق. تمام، بتيجي اول ما بتسجل بتربط، اول حاجة تخش على البروفايل لازم تربط رقم موبايلك. تمام، وبتلاقي ال20 قطعة نزلوا لك هنا اهو في الصفحة الرئيسية، بتلاقي حاجة اسمها يوزر انفورميشن، ومن ضمنهم ال20 قطعة بتوعك. ال20 قطعة بيساوي $50. تمام، بس كده اعتبر خلصنا المهم معانا. هاتني برضو سيب لكم مجموعة من الدروبات، ممكن انوه بس عن ايه واحد فيهم في سريع، انا مش هشرحه، بس ايه الدروب ده اللي هو اكس اي 8، الدروب ده خاص بعملة ويف. تاني حاجة العملة دي تعال اشرحها انا، يلا مش مشكلة، انا هتزعل مني عشان طولت. نيجي هنا كده، العملة دي نازلة في منصة كي كوين، فده اللي شدني ليها. يعني الدروب ده مهم قوي. اول حاجة انت بتسجل، هي المهام مختفية، يعني عيب الايردروب ده مش عارف اشرح المهام. انت تنضم الاتنين جروب تليجرام على ما اتذكر، ده ما فيهوش تويتر، لا ما فيهوش تويتر، تنضم لجروب تليجرام، وبعد كده بيطلب منك رقم محفظة ويف، وهتلاقوني برضو في الديسكريبشن شارح المحافظ من ضمنهم محفظة الويف. اوكي، يبقى المحفظة اللي هنستعملها هنا محفظة ويف، ومحدش من الناس الجديدة تجيب لي رقم محفظة من منصة. محفظة لما اقول لك رقم محفظة، يبقى رقم محفظة انت منشئها، زي تراست والت، زي ميتا ماسك، زي ماي ايثر والت. تمام، بس ماي ايثر والت، تراست والت، لا ابعد تراست والت، تراست والت دي شاملة كوليكشن، خلينا في ميتا ماسك وماي ايثر والت وام توك، دول الثلاث محافظ عيلة واحدة اللي هي عيلة الايثيريوم. تمام، انما لما اقول لك محفظة ويف، في دي عيلة لوحدها، عيلة الويف، العملة او ايه، او باقة الويف، ممكن تلاقي كذا عملة جوه الويف. تمام، يبقى المحفظه اللي هنستعملها هنا ويف، زي ما قلت انا بشرح رايح ايه الديسكريبشن، في الديسكريبشن فيديو تحت الفيديو خاص بايه محفظه الويف. المهم بتنفذ المهام وتحط المحفظه، وبتاخد باذن الله هيبقى مضمونه، العمله موجوده، انت هتاخد بما يعادل $50، 18 قطعه بيساوي $50 من العمله. تمام، روج جابت الاحاله، وباذن الله ايه تكسب منها. وهتلاقيني برضه حاطط لكم زي ما قلت مجموعه تانية من الدروبات، هم 3 أو 4 دروبات، حاول تشتغل عليهم من الحاجات المهمه باذن الله. قبل ما نقفل، في معلومه عاوز اقولها للناس عشان الناس تستفاد برضو معانا. تمام، في حالة ان البيتكوين نزل، تمام، بس نزل بمعنى ايه، دلوقتي البيتكوين عامل 11369. تمام، الناس اللي شغالة معانا لو جديدة برضو تغامر وتعمل القصة دي معايا، بإذن الله مكسبها مضمون 100%. تمام، البيتكوين لو نزل بإذن الله، أنا نفسي ينزل ل 9000 و7000، هو يرد تاني الناس ما تقلقش. بإذن الله ونزل ووصل لحاجة زي كده، أنا مستني الفترة دي، ساعة اتصرف أنت في أي مبلغ اللي تقدر عليه، حاجة طبعا تكون زيادة عن حاجتك، أنا مش بقول لك تبيع حاجتك عشان تشتري، لأ زيادة عن حاجتك، شوف أي مبلغ أنت كنت محوش زيادة عن حاجتك وتخش تشتري بيه إيه رصيد، مش هتخش تشتري بيتكوين، لأ اشتري بقى في العملات اللي تحت دي، أول 50 عملة من العملات الموجودة في الكوين ماركت كاب، اختار أي عملة واشتري منهم اللي أنت عاوزه. تمام، بس تخليك متابع العملات، بمعنى شايف أنت الرسم الباني ده لونه أخضر، ساعة لما بتكون يهبط شوف العملات اللي هبطت مع البيتكوين. تمام، انا عملات نازله كده، ده كده تنازلي. تمام، اي عمله هبطت مع البيتكوين باذن الله بتصعد مع البيتكوين، فساعتها اشتري من العملات دي. بس كده هي قفلت، انا خلصنا النهارده، اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.